هانتوما البنات، هاد الكسكسو اللي غادي نديرو مخلط، كاين فيه هذا ديال القمح الكامل، وهادو ديال الجمعيه، واحد الجمعيه كدير هاد الكسكسو، هادي التعاونيه في الاتحاد كدير الكسكسو، كسكسو خماسي كيكون فيه الدقيق والذره والقمح والشعير وديال الشوفان، يعني الدقيق ديال الخرطه حتى هويا والشوفان. المهم هنا غادي نخلطو، وكيجي هاد كيفاش كيتخلطو في الكسكسو كيجي زوينين البنات. الفيديو الاولاني فاش كنت كنقاد الخضره وكنشحروا سميتو هذا المرقه ديالها، انا سحبني واش كاين ساعه مشاريت مسح ليا ما عرفتش كيفاش. المهم يعني بناء على طلب واحد المشاركات قالك تشوف الطريقه ملي شافوا الكسكسو قصايد الكسكسو هكايا بغاو الطريقه كيفاش كنصاوبوه. هذه هي الطريقه. المهم دابا كنخلطوا هذاك الجوج ديال الكسكسو، انواع الكسكسو، من بعد كنديروا فيهم الزيت، كنبسو بالزيت ديال الزيتون. ملي باش زيت الزيتون يدير زيت المائده، ولكن زيت الزيتون افضل، كنبسو مزيان بزيت الزيتون. ندخلو فيه هذاك الزيت الزيتون مزيان، من بعد كنزيدو فيه الملح مع الماء. هانتوما كيقلت ليكم هنا راه درنا مازال ما رميناش خضره، ولكن درنا اللحم، كاين هنا اللحم ديال الراس وشوحنا او شحرناه مع ربطه ديال الخضره تماك، يعني القزبر والمعدنوس. المهم تشحر هذاك الشيء مزيان، عاد درنا فيه البهارات ومرقنا زدنا فيه الماء. المهم البهارات اللي فيه الكركم، الفلفل الاسمر، الملح اكيد، وشويه التحميره، شويه صافي هادشي كاين. المهم التحميره اختياريه، هادشي اللي كاين. المهم كنشحروا مع شويه ديال البصله، وممكن كي تكون كنشوحهم ولا كنشحروهم يعني اصلا غادي نحاول نهضر بالعربيه، لان اللي طلبت لي هاد الكسكسو هي اختي صاحبتي في المصريه. المهم كنشوحوا هذيك البصله مع جوج طماطم، يعني الطماطم اما كتديرها قطعات صغيورين ولا كتطحنيها، ومع اللحم. اللحم يعني حنا في العيد هذا اللحم ديال الراس واللحم الاخرى، الايام العاديه ممكن ديري حتى الدجاج ماشي مشكل. والحمص تنحطو دابا معاهم، لان الحمص كياخد شويه طياب. صافي هادشي اللي كان كنزيدو الماء. من بعد ملي كنديرو فيه الكسكسو التقفيله الاولانيه، المهم خليكم متابعين الفيديو باش مرحله مرحله باش ما نوضركمش. هنايا كتخلطي الماء والملحه باش كنسقيو هذاك الكسكسو في الاول، كنسقيو مزيان بحال هكايا باش يشرب، وخصوصا هاد الخماسي تيبغي الماء، لان تيكون كلشي فيه القمح والشعير وكاع مخلط، يعني خمس انواع ديال اش نقولو حنايا هاد انواع ديال البذور. ملي كنديروا ليه هاد الماء كيكثر، يعني كنخليوه في هاد الماء شويه حتى تنشف، ومن بعد كنعاودو نبرموه اي بدينا ونفتلوه، حنا كنقولو نفتلوه، وما شاء الله تيكثر. صافي تنخليوه في هاد الماء شويه، يمكن 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 باغي الماء مازال بارك الله، نخليوه شويه يرتاح من بعد نرجع لكم. صافي هنا البنات ها هو نشف، شتي داك الماء كاع اللي درنا ليه شربوا، يعني نشف دابا غادي نحطو في المصفى، ولا حنا كنقولوها الكسكاس المصفى، وغادي نخليه يفور يتبخر فوق هاد المرقه اللي دايرينها حنايا هنايا.
صافي غنحطو هنا ونحطو فوق فوق هذيك المرقه اللي كبلنا يتبخر. هادشي اللي كاين. المهم فاش كنعرفو بانه راه يعني راه الطفوره الاولانيه كيطلع من هنا البلاصه هذه البخار. المهم البنات ملي كيطلع هذا البخار هذا كتحسبوا ليه ثلث ساعه ومن بعد كتحيدوه من هنايا عاود ثاني. كنديروا نفس العمليه الاولانيه، كنديروا فيه الماء وتنخليوه يرتاح شويه، تنعاودوا نحطوه ثاني في يفور ثاني او يتبخر. هانتوما حنا خرجناه دابا حطيناه، غنديروا نفس العمليه اللي قلت لكم، غنزيدوا نرشوه بالماء نخليوه ثاني حتى يرتاح من داك الماء ينشف ونعاود نرجعوه ثاني للمصفى ونعاود نحطوه ثاني يتبخر. وهذا بالنسبه للمرق، بالنسبه للمرق الى شفتوا بحال هكا يعني غادي نحتاجوا حتى حنا نزيدوا هنا الماء سخون، ما طايب يكون ما مغلي نزيدوا عليه لان قرب هنا ينشف. فيها هو درنا فيه الماء، دابا حيت راه سخون درنا فيه الماء، خليه شويه حتى يشرب ثاني هذاك الماء ونعاود نردوه. هانتوما راه زدنا المرقه وغادي نحطو دابا الخضره، غنرميو الخضره. الخضره اللي هي الجزر واللي كاين خضره، انواع الخضر اللي كاينين. جزر واللفت بطاطس، المهم الخضره باش ما كتزيد الخضره مزيانه كتبنن هذاك الكسكسو. هذاك الكرومب شويه منه، هذيك الكوسه، القرعه القرع يعني القرعه القرعه الحمراء، هادشي اللي كاين. القرعه الحمراء والكوسه حتى الاخر حيت هما بزاف كيطيبوا حتى نقربوا للتفويره الاخرانيه اللي كنحطوا الكسكسو اخر اخر التفويره يعني اخر البخار. صافي هادشي اللي كاين. المهم حتى هو عاد نرجع نكمل معكم الفيديو. صافي ها هو هنا نشف، ماشي نشف زعما شرب هذاك الماء، غنحطو نديرو تاني نفس العملية، غنحطو كي قلتلكم في هاد المصفى ونحطو تاني على البخار يعني يتبخر. كي قلتلكم فاش كنشوفو البخار طالع من موراها ربع ساعة كتعاودو تحيدو تنحيو وديرو المرة الثالثة تاني فيه الماء، وهاديك هي المرة كتكون الأخرانية كتبغيو تزيدو فيها. المهم باش منبقاش كيف كنقولو نوضركم معايا، فاش نحيدو تاني نعاود نوريكم المرحلة الثالثة شنو تيكون فيها. هادشي اللي كاين دابا. صافي هذه الطفور الاخرانيه كنحطو فيها القرعه ليا القرعه الصغيره ليا الكوسه، وهاد القرعه الحمراء وفلفله زيتي واحد المرتشه. هذه اختياري، كاين اللي كيدير هاد الطماطم في الاخر محكوكه كيديرها في الاخر، كاين اللي كيدير كلشي في الاول كيدير في الاخر. صافي المهم الطفوله ديال الاخرانيه صافي من موراها غادي يكون كلشي طاب كلشي استوى. وهذه الطفوله كي قلت لكم الاخرانيه ها هي غنحيدوها. صافي البنات هذه هي الفرح تقسمناه تبارك الله كثر، درنا الاولاني فور ده هذه الثانيه داك الثاني نص اللي بقى. صافي غادي نديرو فيه دابا اللي بغى يدير دابا السمن كيديروا فيه ملي كيبغيو نسقيو، كاين اللي كيديروا مع المرقه. هادشي اللي كاين دابا غادي يطلع لي ديك الفوره الفوقاني كي قلت لكم داك البخار او بدا كيطلع، وغادي نحيدو نطفيو عليه ونحطوه. هانتوما البنات هكا حنا كنحطو في تبارك الله شو شحال خرج. هانتوما شوفوا داك شويه اللي كنا درنا قبيله درنا منه هذا وهاو هنايا مازال وخرج تبارك الله. دابا مع العيد حنا كاين كلشي في الدار العائله كلها، وهذه حتى هي شوفوا هانتوما تبارك الله خرج كثير. صافي حنايا درنا قصريه ديال الكسكسو سقيناها تبارك الله على لاله شوميشه ديالنا. هي هادي اللي كبر مني هي اللي دايره ما شاء الله، هي اللي طيبت الكسكسو درت ديال هانتوما خرج جوج قصريات يعني وحده كبيره وحده صغيره. هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم هاد شاي طيبه شاي طيبه على قول اختي.
ودائما كنقولها لكم شكرا الدعم ديالكم تشجيعاتكم، و ما تنسونيش التعليقات واللايكات وتشاركوا القناه مع اصحابكم احبابكم، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.